أين تقع طبقة الأوزون؟ تقع طبقة الأوزون في منطقة الغلاف الجوي العلوي بين ما يقارب 15 إلى 35 كيلومترا، أي بين 9 و22 ميلا فوق سطح البحر. وتحتوي هذه الطبقة على تركيز عالي نسبي من جزيئات الأوزون الأطروة، ويقع 90% تقريبا من طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير، وتمتد ما بين 10 إلى 18 كيلومترا إلى حوالي 50 كيلومترا فوق سطح الأرض. أما الجزء المتبقي من طبقة الأوزون فيقع في الجزء السفلي من الغلاف الجوي، والذي يعرف باسم التروبوسفير. تلعب طبقة الأوزون الموجودة في طبقة الستراتوسفير، أو ما تعرف كذلك باسم طبقة الأوزون الجيد، دورا مفيدا من خلال امتصاص معظم أشعة الشمس الفوق بنفسجية ضارة، والسماح لكميات قليلة منها فقط بالوصول إلى سطح الأرض، وبالتالي خلق مصدر للحرارة، والذي يشكل طبقة الستراتوسفير، وهي منطقة ترتفع فيها درجة الحرارة مع ارتفاع المرتفعات. وبالتالي تلعب طبقة الأوزون دورا أساسيا في بنية درجة الحرارة في الغلاف الجوي للأرض. ثقب الأوزون هو عبارة عن المصطلح الذي أطلق على المناطق التي ألحق فيها الضرر بطبقة الأوزون، وهو مصطلح غير دقيق، لأن تلف طبقة الأوزون أشبه بتحولها إلى طبقة رقيقة شفافة نتيجة إلى تعرضها إلى الكلوروفلوروكربون، وهو جزيء يحتوي على عناصر الكلور والفلور والكربون المتواجد في الثلاجات والمنتجات البلاستيكية وفي كل مكان، والذي يقوم بالتهام طبقة الأوزون بمجرد انفجارها في طبقة الستراتوسفير، ويحيل من عملية إصلاحها بشكل طبيعي. الأوزون السيء هو عبارة عن الأوزون الصناعي الذي يتكون من طبقة التروبوسفير، وهو أوزون شديد السمية والتآكل، حيث يؤدي استنشاق الأوزون بشكل دائم إلى حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية والسعال والاحتقان وتهيج الحلق، كما يؤدي إلى تقليل المحاصيل الزراعية والغابات، ويقال العديد من الشتلات، ويلحق الضرر بأوراق الأشجار، ويزيد من خطر تعرضها للأمراض والآفات.